موضوعنا اليوم زي ما حكيت هو تشابتر رقم 10 بالكتاب Knowledge Transfer and Knowledge Sharing. هذا التشابتر راح نركز أكثر على واحدة من أهم المراحل في عملية يعني إدارة المعرفة، اللي هي أنا لما أعمل كابتشر لهي المعرفة وأعمل الكوديفيكيشن وأصنفها وتخزن في مكان أو في database أو knowledge base، عند المرحلة اللي هي إحنا بنحاول ننشر هاي المعرفة أو ننقل هاي المعرفة. بالتالي إحنا في عندي كثير مواضيع أو أمور لازم أخذها بعين الاعتبار عشان أضمن إنه هاي المعرفة اللي أنا عملت لها كابتشر أو المعرفة الموجودة عند الأشخاص إنها تتنقل أو يصير لها ترانسفير من مكان لمكان أو من ديبارتمنت لديبارتمنت جوا الأورجنايزيشن بشكل صحيح بدون أي مشاكل. وبناء على نقل هاي المعرفة بصير عندي اللي هي إمكانية مشاركة هاي المعرفة والاستفادة منها واستغلالها في حل المشاكل أو في تحسين الأداء أو تحسين بشكل عام الإنتاجية في الأورجنايزيشن. لذلك وأنا بفكر في موضوع النولج ترانسفير والنولج شيرينج لازم أتذكر إنه إيش الأشياء اللي ممكن مرات تأثر بالسلب على موضوع اللي هي مشاركة المعرفة أو نقلها، تمام؟ فهي بعض الفاكتورز لازم أنت دائما تكون فاهمة. مثل ما أنا بدي أنقل أي شيء بدي أتأكد إنه أنا وين الإشي اللي بدي أنقل وين موجود، اللي هي where knowledge is transferred from، اللوكيشن اللي هي السورس أنا منين بدي أنقل هاي المعرفة، والمقابل وين الديستنيشن تبعي اللي هي where this knowledge is transferred to، يعني أنا عندي knowledge وين موجودة أوكي منين بدي أنقلها ولوين. بعدين أبدأ أفكر موضوع وسيلة النقل، شو الآلية أو الطريقة اللي أنا بدي أنقل هاي المعرفة من هذا المكان أو من هذا السورس للديستنيشن، إيش الميديا أو وسيلة النقل، تمام؟ هاي الأشياء أنت لازم تكون محددها في البداية، عارف أنت إيش بدك تنقل بالضبط أو لمين وشو الوسيلة الأفضل في عملية النقل واللي راح تكون هي يعني فعالة أكثر، تمام؟ في عندي يعني ريمايندر حكينا إنه some of the يعني knowledge إحنا دائما نتأكد جزء حكيناها كثير بموضوع الكابشرينج للتاسيت نالج بالذات، انه انا يعني مش راح اقدر احصل 100% النولج اللي موجوده عند الاكسبرتس. ف دائما وانا بحاول اعمل ميتنج مع الاكسبرت واعمل منه كابتشر للنولج واوثقها واعملها دوكيومنتيشن، بدي يكون انا في دائما في الباك جراوند تبعي انه انت بتكون ممتاز اذا حصلت 50 او 60 او 70% من النولج اللي موجوده عند الاكسبرت. ف هاي التاسيت نولج اللي انا حصلتها من الاكسبرت، تمام، برضو عمليه تحويلها لاكسبليسيت تتحول لسمثينج يعني يوزابل سمثينج بقدر انا استخدمه وافهمه واي حدا غيري يستخدمه، برضو هاي مش موضوع بسيط ولا موضوع سهل، وغالبا ما بكون عندي يعني كل التاسيت نولج اللي حصلتها راح اقدر احولها تماما كلياتها لاكسبليسيت نولج. احنا بس اذكركم في knowledge codification حكينا انه انا اهم مهمتي في knowledge codification انه احول التاسيت نولج الاشي اللي مش مفهوم او مش مفهوم، الاشي اللي مش موثق، الاشي اللي ما له structure ما له فورمات واضح، احوله ل something usable something قابل للاستخدام، بحيث انه اي حدا بحاجة هاي النولج يقدر يرجع لها او يستفيد منها بدون ما انا ارجع للإكسبرت. يعني انت لما تروح تعمل مقابلة مع الإكسبرت أنت عملت منه كابتشر لهاي النولج، تمام؟ سألته عن مشكلة معينة بالشغل وأعطاك جواب وحلها، بدك هذا الجواب والحل تحوله لنولج أو فورم بكون أي حدا غيرك مش أنت كنولج ديفلوبر، أي حدا موظف في الشركة يحتاج حل لهاي المشكلة ما يروح على الإكسبرت يغلب حاله أو يروح على الإكسبرت، خلص يروح يدور عليه، أنت خزنته في النولج بيس مثلته عن طريق سيستم، روح يعمل سيرش على هالسيستم يلاقي له الجواب اللي هو مناسب لهاي الكيس. فبالتالي هاي عملية التحويل اللي بنحولها من تاسيت لإكسبليسيت برضو في عليها ليميتيشن، مش بالضرورة كل هاي اللي انت عملت له كابتشر او الميتنج اللي عملته مع الإكسبرت تقدر تحول كل اشي فيه لإكسبليسيت نولج، تمام؟ هلا في بعض الاشياء بناخذها بين الاعتبار اللي هي يعني هذا بس السلايد بعطينا بارشل فيو او مقطع جزئي لنظام إدارة المعرفة في عملية نقل المعرفة. أو أنا بعطيك السورس للنولج، أوكي، وين النولج موجودة؟ لعيدك اليسار، تمام؟
وهاي الابليكيشن وين راح احنا نكون بحاجتها؟ على سبيل المثال مثلا شوف الكاستمر سيرفيس، هون ريبريزنتيف، هذول الناس اللي بيشتغلوا مع الكاستمر سيرفيس او السيلز فيد، الناس اللي بيشتغلوا مع الكاستمرز بشكل مباشر، اللي هم مندوبين مبيعات او موظفين خدمه العملاء اند سو اون. هذول الاشخاص بيكون عندهم معارف كثيره، تاسيت نولج. اوكي، هاي انا التاسيت نولج ممكن اكون بحاجتها، اخزنها وين؟ بالنولج بيست كاستمر سيرفيس، يكون عندي فيه ابلكيشن اسمه مثلا كاستمر سبورت سيستم، تمام، او كاستمر سيرفيس سيستم. فهذا الابلكيشن انا بامكاني ان ازوده بالمعرفه اللي هو بحاجتها، انقل المعرفه من هذول الناس الموظفين مندوب المبيعات التاسيت نولج او سو اون، واخزنها في هذا الابلكيشن. فلذلك ما انا صار عندي كاستمر عنده سؤال معين او كيس معينه، مشكله معينه، انت بناء على خبره هذول الاشخاص اللي بيشتغلوا في الكاستمر سيرفيس خدمه العملاء، انت وثقتها، فصار السيستم لحاله يتجاوب معه. لذلك بتلاحظوا فور اكزامبل يعني انه معظم الشركات حاليا اذا بتروح تعمل اي سؤال، بدك تروح تستفسر مثلا، بيطلع لك شات بوكس بيقول لك اسك تفضل اي سؤال عندك هيك بشاتنج انت ككاستمر، بتروح تكتب السؤال فور اكزامبل بكل بساطه بيعطيك الجواب. وغالبا صارت الاسئله والاجوبه كلها بروجرامد، يعني مخزنه في نولج بيس، انت مش بضروره تتعامل مع موظف خدمه العملاء، السيستم لحاله بيعمل سيرش وبرجع لك كل المعلومات اللي انت بحاجتها او الاقرب للسؤال اللي انت بدل ذهن. تمام، الاكسبرتس مثلا اللي موجود عندي اللوكيشن برضه ممكن يكون هو مرجع انا اوظفهم، يكون موجود عندي في النولج بيس سيرفيس او للنولج وركرز، الناس اللي بحاجه الموظفين اللي راح يشتغلوا مع النولج او بيأدوا وظائف بالشركه، ممكن يرجع الاكسبرت في اي وقت بدهم اياه. فهذا اكزامبل على كيف انا ممكن، او وين المصادر المعرفه اللي انا بدي اياها اللي موجوده في الشركه، وين ممكن تغذي الابلكيشن او الاماكن التطبيقات اللي انا بحاجتها اللي ممكن تساعدني او ابنيها اللي تكون جزء من نظام اداره المعرفه. يعني هاي النولج ابلكيشن هي جزء من نظام اداره المعرفه، اوكي، فانكشنز او يعني وظائف او جوب بيأديها نظام اداره المعرفه، انت ممكن تغذيها عن طريق هاي السورسز او هاي المصادر، المدربين مثلا. شايف كل واحد طبعا بصير عندنا له سورس او له طريقه ممكن يستخدم المعرفه اللي موجوده عنده. اوكي، طيب شو النولج ترانسفير؟ عفوا، يعني بموضوع النولج ترانسفير انا لازم اتبنى هذا الموضوع، يعني عمليه نقل المعرفه مثلا للموظفين خدمه العملاء، لازم انا اخذ بعين الاعتبار كل الاشياء او التغييرات اللي انا لازم اخذها بعين الاعتبار لما بدي افعل عمليه النولج ترانسفير. فلذلك احنا زي ما حكينا في النولج شيرنج او النولج مانجمنت بشكل عام، جزء من المسؤوليه اللي راح تكون على اداره الشركه انهم يغيروا الكلتشر، صح ولا لا؟ البوليسيز اللي هم بحاجه يعدلوا على القوانين والسياسات العامه للشركه بحيث انه تسمح للموظفين انهم يعملوا مشاركه للمعرفه ونقل المعرفه، بحيث انه تسمح او تحفز الموظفين برضه على عمليه نقل ومشاركه المعرفه. تغير من الاداء تبعهم، تغير من العقليه تبعتهم في عمليه مشاركه المعرفه ونقلها. نفس الشيء الكلتشر، انت بدك تبني كلتشر بيعتمد على مشاركة المعرفة ونقلها، مش كلتشر بيعتمد على الاحتفاظ بالمعرفة وكل واحد بيشتغل لحاله وبيأدي شغله بدون يعني بدون ما يتعاون او يعمل كولابوريشن مع الاشخاص الثانيين. تمام، فهذا الاشي لازم كله ناخذه بعين الاعتبار. يعني عندي مثل ما اقول بقول لك ذا مثل وانس يو بيلد ات ذي ويل يوز ات، مش بالضروره دائما، يعني احنا ما بدنا نعتمد عقليه نقول انه خلص انت اعمل السيستم، اعمل النولج بيس والناس مباشره لما تحط تشغل لهم اياه وتوجده مباشره حيستخدمه، هذا الشيء مش صحيح. لذلك احنا عندنا سمثينج نحكي له تشينج مانجمنت، اللي هي اداره التغيير في الشركه. يعني انا بتصاحب مع وجود نظام لاداره المعرفه، انا لازم اعمل اداره كامله لعمليه التغيير، انه هذا النظام جديد، النولج بيس هاي موجود جديد لخدمتهم، بدهم يستفيدوا منها بحيث يحسنوا أدائهم، يحسنوا من عملهم، يحسنوا من الكواليتي بشغلهم. فأنا لازم أخذ بالأسباب كل الأشياء اللي ممكن هم يكونوا بحاجتها أو الأشياء اللي تلزم عشان هم يستخدموا. فبالتالي عملية التغيير لازم أنا أفرضها
بطريقة أو بأخرى. وهذا الإشي بأخذنا دائما لموضوع اللي هي أنا شو الأشياء اللي بدي أعملها. هاي النقاط غالبا ممكن أنت تأخذها بعين الاعتبار لما بدك تعمل تفعل أو تمكن موضوع النولج ترانسفير أو موضوع حتى إدارة المعرفة بشكل عام. يعني عفوا الموضوع اللي هو متعلق مثلا بالتراست، بجوز حكينا عن موضوع التراست من أول تشابتر، حكينا عن أهمية التراست. أنا كشركة لازم أتأكد أنه البيئة العامة اللي موجودة عندي بالشركة كلها مبنية على الثقة، الموظفين بثقوا ببعض، الموظفين ما بيخافوا من بعض، الموظفين بثقوا بالشركة والشركة ما بتخاف من الموظفين، ما عندي علاقة مبنية على الاحترام، علاقة مبنية على الثقة، الناس بتشتغل كلها لهدف واحد لصالح واحد. أنا كموظف الشركة بشتغل لمصلحة الشركة، بدي أحسن من وضع الشركة، بدي أزيد من المبيعات، نفس الشيء هذا بينعكس بشكل إيجابي علي، أنا راتبي بسكون أحسن، بضمن استمرارية شغلي، بضمن استقرار الوظيفي and so on. بتعاون مع زميلي بالشركة عشان هو يأدي كويس، ما في تنافس بيناتنا. أنا مش مهمني والله أدور على المشكلة اللي بتقع مع زميلي وأستغلها عشان يطيرون من الشغل. فهذا البيئة كاملة من التراست هاي جدا مهمة في عملية النولج ترانسفير أو حتى في عملية إدارة المعرفة. فهذا كله بتضمن عشان أنا أعمل التراست معناته أنا بدي أغير الكلتشر، تمام، بدي أعمل بوليسيز معينة، بدي أخلي آلية تفكيرهم للموظفين عندي تتغير، أنا بدي أخلي الموظف يعمل له سبيس في عمليه الديزيشن ميكنج، اخلي اسمح له يفكر، اسمح له يكون انوفيتيف، اعطيه فرصه انه يغير من الاجراءات، ما يركز بس فقط خلص بالبيروقراطيه اللي بنسميها. يعني بعض الشركات عندها مشكله انه اذا بدك تنفذ معامله بدها تاخذ فور اكزامبل 10 خطوات، طب انت اقترحت عليهم يكون في اكثر من او تقلل عدد الخطوات، بقول لك لا التزم بالخطوات لو سمحت، ما بين ما عندنا اي مجال للتقليل. فانت لا، بدك تخلق البيئة العامة اللي تعتمد على الانوفيشن، تعتمد على الكرياتيفيتي، لانه هذا كله بيعزز من عملية الثقة بين الشركة والموظفين، بيعزز من عملية الرضا للموظف، بيحسن من الاداء، الموظف بيشعر انه جزء من الاورجنايزيشن، فبالتالي بصير يحاول يبدع ويطور من ادائه، يحسن من آلية عمله بحيث انه ينعكس بشكل ايجابي على شغله وينعكس بشكل ايجابي على الشركة. فبالتالي doing is far better than talking. know how the firm to handle mistakes. كيف الإجراءات في عملية اللي راح نأخذها أو الخطوات في حال عندي صار أي خطأ. شو ال contingency plan، الخطط الطوارئ، أي مشكلة صارت عندي، risk management، إدارة الأخطار، كيف بتصير بالشركة، كل هاي الأشياء أنا لازم أخذها بالاعتبار. موضوع الكوبريشن والكولابريشن برضو هذا جدا مهم زي ما حكيت، اللي هي عملية التعاون والتواصل بين الموظفين. أنا مش بمنافسة، أنا مش بتحدي بيني وبين زميلي الموظف، إحنا كنا نتعاون لهدف واحد. هذا كله الشركة لازم تأخذه من الاعتبار وتعززه بحيث أنه تخلق بيئة كاملة من التعاون والتشارك. مجرد ما صار عندي أنا هاي البيئة موجودة، عملية مشاركة المعرفة، عملية إدارة المعرفة بشكل عام بتصير أسهل وبتتم بدون أي مشاكل، تمام؟ شوف المدراء كيف بياخذوا قراراتهم، كيف بيطلعوا على موضوع النولج ترانسفير، هل هم عندهم قابليه ما عندهم مش قابليه، بتقبلوا الموضوع ولا لا. هذا الاشي عشان انت كله تفكر فيه لازم تاخذ بالاعتبار اللي هو موضوع الامبلوي ساتسفاكشن. جزء احنا حكينا بالسابق انه جزء كبير من نظام اداره المعرفه بيعتمد على الاشخاص او على الناس، هذول الأشخاص ممكن يكونوا موظفين في الشركة. نجاح إدارة المعرفة، نجاح نظام إدارة المعرفة بيعتمد على تعاون الموظفين أو تعاون الناس اللي هم الستيكولز المرتبطين بنظام إدارة المعرفة. فلذلك أنت وأنت بدك تطلب من الموظف أنه يشارك المعرفة تتأكد أنه هو والله مرتاح بوظيفته ولا لا، هل هو راضي عن عمله ولا لا، هل هو راضي عن الراتب ولا لا. ففي عندي أنا أبروتش أنت ممكن تستخدمه في عملية اللي هي إدارة المعرفة وقياس الرضا الوظيفي، اللي هي احنا بنسميه دائما ايش، الفوكيشنال نيدز. يعني هو انا في كثير دراسات اثبتت انه الجوب ساتسفاكشن، تمام، هو بتحدد عن طريق اللي بنسميه الفوكيشنال نيدز، تمام، او الجوب ريكويرمنت سوري. يعني الرضا الوظيفي ممكن احنا نتاكد منه او نتحقق منه عن طريق انه نشوف الموظف شو احتياجاته المهنيه والاحتياجات الوظيفي تبعته. يعني انا كموظف شو بدي على المستوى الشخصي،
انا بدي دورات، بدي مكتب كويس، بدي راتب كويس، هذول مسمين الفوكيشنال نيد. وبنفس الوقت الجوب او الوظيفه اللي عندك شو بدها؟ الوظيفه في عندي بعض البروسيس لازم احنا نتاكد انه كلها تتم والموظف ينفذها بالطريقه الصحيحه. هذا الاشي لازم نعمل له ماتشنج اللي هي بين الفوكيشنال نيد والجوب ريكويرمنت. ودائما نتاكد انه النولج ترانسفير والنولج مانجمنت بشكل عام بيعتمد بشكل كبير على مقدار الساتسفاكشن بين الامبلويز. والدراسات اثبتت كل ما زاد الرضا الوظيفي كل ما ارتفعت نسبه الساتسفاكشن عند الموظفين، كل ما عمليه اداره المعرفه او نقل المعرفه كانت ناجحه اكثر. يعني كل ما الموظف كان مرتاح بشغله، كل ما كان مبسوط، كل ما كان راضي، كل ما ارتفعت النولج ترانسفير والنولج شيرنج. كل ما قل الساتسفاكشن كل ما تاثر بشكل سلبي على النولج ترانسفير. طيب عشان نقدر نحدد الاشياء هاي اللي حكيناهم بالشارتر، الشارترز اللي مرت، اللي هي الفوكيشنال نيدز، اللي شو احتياجات الموظف المهنيه. غالبا هاي مجموعه من الفوكيشنال نيد اللي هم اكثر شيوعا، انه الموظف بهمه انه يكون يتم استخدامه بالوظيفه المناسبه اللي بنسميها ability utilization. هو بيستغل جهده بالشكل الصحيح، مش انت جايب واحد مهندس ومشغله داتا انتري بالشركه، فاكيد هو مش راح يكون مبسوط. يقول لك انا شو دخل دراستي وتخصصي بالشغل اللي انا بادي، كميه الانجاز، الاكتيفيتيز اللي بيقوم فيها، الادفانس، كل هالاشياء اللي هي بنسميها الفوكيشن ريكوجنيشن، التقدير، الاعتراف، قديش انت بتقدره، قديش انت بتعمل له بتقدر اداؤه اذا عمل شيء كويس، الانسنتيفز، الامور الماديه، الجوب سيكيورتي، تنوع العمل، ظروف العمل، هل هي مناسبة ولا لا. انت مشغله مفروض موقع مع عقد 8 ساعات بتشغله 12 ساعة بدون اي رواتب اضافية، هذا الاشي كله منعكس بشكل سلبي على رضا الموظف عن الشغل. فاحنا في عنا موديل بسيط، هذا الموديل الشركة ممكن تستخدمه بحيث انه تشوف الموظف ساتسفايد ولا لا، انه بتشوف شو الجوب والشركة بتقدم للموظف، اوكي، من الراتب، من الترينينج، من بيئة العمل، مكان العمل، كل هاي الأمور. وشوف الامبلوي هو شو بده، احتياجات مهنية، يعني شو الأشياء اللي لازم هو بده بحاجتها عشان يؤدي وظيفته. إذا صار عندي ماتشنج بكون هو ساتسفاي بالجوب تبعه. إذا والله أنت مقدم له كل إشي بده إياه والموظف حاس إنه راتبه كويس وبتعطيه الدورات الكويسة وحاس إنه بتطور بوظيفته وفي عنده مجال للترقية والترفيع والبيئة مناسبة، فهو بيكون ساتسفاي. Otherwise باي ذا تايم هو راح يصير عندي ايش اللي مسميه الفولنتري ريزايننج، اللي هو ايش، راح يستقيل، يعني ما راح يضل موجود بالشركه. وتلاحظوا معظم الناس اللي بتشتغل اسالهم مرتاح بوظيفتك، بقول لك اللي مش مرتاح بقول لك والله يعني بسلك بمشي اموري حتى ايش، حتى اخلص او يعني الاقي شغل احسن او شغل ثاني. تمام معاي ولا رجعتوا نمتوا؟ معك دكتور. معك دكتور. ايوه كويس، طمنوني. طيب حدا عنده اي سؤال سو فار؟ كله واضح. طيب آلية الترانسفير او طريقة نقل المعرفة، طبعا في عندنا طرق كثيرة، يعني موضوع في عملية النولجي ترانسفير ونقل المعرفة زي ما حكينا، انت ممكن تستخدمها، يعني ممكن انت تعتمد على نقل المعرفة يكون هو سورس لك تخزن منه المعرفة الجديدة. يعني ممكن عملية نقل المعرفة تتم وصير في تفاعل بين الموظفين وتأخذ هذا الاشي اللي هو صار بنقل المعرفة تروح تخزنه بالنولج بيس. تمام؟ فانت في عندك يعني عده طرق. مثلا بقول لك الفريق او المجموعه اللي بدها تنقل المعرفه بيحددوا مهمه معينه، بعدين بياخذوا الفيدباك من التيم اوتكم كابتشرد اند فيدباك تو سيم تيم ان اذر اور انذر تيم. يعني ممكن انت فريق عندك، خلينا اعطيكم اياها مثال. انت لو فرضنا انك تشتغل باي تي سوليوشن كمباني، شركه سوفت وير او برمجيات، فانت بالفريق تبعك او عندكم ثلاثة اربعة من البرمجيين والداتا اناليست نفذتوا مشروع، اجى حدا عليكم طلب منكم تعملوا سيستم
ونفذت مشروع. قال عملية تنفيذ المشروع هذا from A to Z انتو اشتغلتوها. هلا في بالشركة معكم فرق ثاني بتعمل مشاريع ثانية. اوكي. هلا انتو المشروع اللي نفذ هذا الفريق صار عندكم خبرة تراكمت. يعني من لما بديتوا المشروع لحد ما سلمتوا المشروع وخلصتوا البروجكت تبعكم صار عندكم خبرة. هلا هاي الخبرة انت ممكن كتيم تنقلها لفريق ثاني مثلا بده ينفذ مشروع جديد او جديد او موظف جديد، تنقلها بطريقة او باخرى، تلاقي وسيلة او آلية نقول لهم تعال احنا في اثناء تنفيذنا لهذا المشروع واجهتنا هاي المشاكل، حليناها بالطريقه الفلانيه، عملنا هذه الاشياء واتبعنا هاي الخطه، اعتمدنا هذا الابروتش او هاي الميثودولوجي وكانت ناجحه وادت النتائج المطلوبه، وفي بعض الريكومنديشن احنا من بناء على خبرتنا بتنفيذ هذا المشروع نعطيكم بعض الاشياء التحسينات، يعني احنا لو نرجع نعمل المشروع بنرد نعمل هاي الاشياء عشان نحسن من اداء. فهذا الاشي اللي بيطلع عندي نيو نوليدج انت بدك توصله لفريق ثاني ممكن يؤدي نفس المهمة أو مهمة مشابهة له، فهذا بنسميه آلية نقل المعرفة عن طريق التيمز يعني. فالنيو نوليدج بتساعد إنه تعمل الامبروف البرفورمانس للتيم في المرحلة القادمة، والنيو نوليدج برضه ممكن تتخزن في النوليدج بيس، ممكن أنت تخزنها بطريقة أو بعينة، تلاقي الشركة عاملة سوفت وير أو سيستم كله بناء عليه يتخزن. هلا في كثير شركات عندها بالسيستم تبعونها في سيستم مخصص هيك بسموه بيست براكتسز اللي افضل تجارب او افضل الاداء. بروح انا كموظف في الشركه بحكي والله انا عملت الاشي الفلاني وكان بصراحه هذا الاشي انجزته بمده زمنيه ممتازه وحققت فيه احسن النتائج، وهي الطريقه اللي انا اتبعتها، فانا بعمل شيرنج لهي النولج. فاي حدا بده يشتغل على نفس التاسك او تاسك مشابهه بروح بشوف انا شو الابروتش اللي اشتغلته، موجود بالنولج بيس، موجود بهذا السيستم، تمام؟ اللي هي يعني جزء زي فكره قصص النجاح مثلا بس بديتيلز اكثر، بتفاصيل يعني بجايد لاين ممكن انت تساعد الناس. فانت شاركت خبرتك، نقلت الخبره اللي عندك لناس ممكن محتمل يحتاجوها، تمام؟ فهذا الاشي اللي احنا بنسميه ايش، انك حولت الاكسبيرينس اللي عندك لنولج، هاي النولج قابله للاستخدام، تمام؟ الاستراتيجيات اللي راح يعني نعتمد عليها في عملية ترانسفير نولج يعني devoting specialized focus on insight learning، يعني دائما أكثر ناس راح يساعدوك في عملية أو ممكن تعتمد عليهم في نقل المعرفة اللي هم الناس اللي على أرض بالفيلد، الناس اللي بتشتغل، الناس اللي بتشتغل بإيدها، الناس اللي بتواصل مع الكاستمرز بشكل مباشر اللي هم نسميه on-site learning. وأثناء هذا الشغل أنت ممكن تأخذ تنقل المعرفة بشكل أسهل وبشكل ابسط اثناء الانسايت ليرنينج، وين في استنتاجات فرضيات اللي هي نسميها هيورستكس، اوكي، راح تسجلها وتدونها. يعني انت بتتعامل مع بتنفذ بمشروع معين واجهتك مشكله انت مش ماخذها بعين الاعتبار، فانت تعاملت مع المشكله وحليتها، فانت مباشره راح تاخذ هذا الشيء وتوثقه، وبالتالي بتقول في حال عندي هاي هيورستكس نسميها يعني فرضيات، في حال ظهرت هاي المشكله هي بجزء ما تظهر، الاجراء الافضل في التعامل مع هاي المشكله نعمل 1 2 3، تمام؟ فهذا الاشي انت بتخزنه، فبالتالي باي ذا تايم بصير عندك انت الكلتشر، خلاص كل الموظفين كل الناس اللي بتشتغل في الفيل بكون عنده الكلتشر انه انا بدي اوثق كل اشي، بدي اخزن الطريقة اللي انا بشتغل فيها، بدي انقل معرفتي، فبالتالي الكلتشر كله بتحول لكلتشر اوف يعني شيرينج اند ترانسفير نوليدج. بعض الاشياء اللي ممكن تكون عائق لنا زي ما جوزها حكيناها، اللاك اوف تراست، اكيد اللاك اوف تايم اند كومبرسمنسز، يعني ما في وقت، ما في يعني انا كيف بدي اطلب الناس تعمل نقل للمعرفة وانا مش معطيهم وقت يادوا شغلهم، بدي كمان ينقل معرفة. حاله النور، مين هو النور هنا، ستيتس اوف ذا نور، مين هم النور باي ذا واي يعني كمصطلح، نور اللي هو من نو، نو معناها بيعرف، النور معناته هو يعني الفاهمين مثلا، ايوه النور اللي هو زي الاكسبرت او الشخص اللي بيعرف، الشخص اللي عنده المعرفه، اوكي. فحالته هذا هل هو عنده تقابليه انه يشارك معرفته ولا لا، هل هو فاهم شو اللي وثقه فعلا وقادر يعبر عنه المعرفه اللي عنده، قادر يعبر عنها ويوصلها او ينقلها لشخص ثاني. And quality and speed of transfer، يعني هنا موضوع اللي أنا بدي المعرفة أو بدي أنقل المعرفة بالوقت المناسب للشخص المناسب وبالكواليتي أو الجودة المناسبة، بالتالي
مرات ممكن أثر على موضوع نقل المعرفة أنه والله مش موجودة whenever it's needed، يعني محتاج بحاجة هاي المعرفة ما لقيتها، بالتالي موضوع نقل المعرفة ممكن يكون ما له قيمة. بينما أنا في موضوع نقل المعرفة أو تبادلها أو مشاركتها بدي إياها، أنا بكون بحاجتها، أنا واجهت مشكلة الآن بدي حل هاي المشكلة، فمباشرة أنا بالنولج بدي ألاقيها بالوقت اللي أنا بكون بحاجتها أو راح تساعد. واحدة من الميثود في عملية نقل المعرفة اللي بنسميها الكولكتيف سيكوينشال ترانسفير، اللي هي غالبا يعني سيكوينشال من موضوع من مأخوذ من سيكونس، يعني تسلسلي، أو هو التجميع التسلسلي. أعطيكم مثال عشان أنتم ما تتغلبوا بفهم الكولكتيف سيكوينشال ترانسفير، هو بسيط جدا بس أسهل طريقة في نقل المعرفة. أعطيكم مثال، هلا لو في شركة من شركات المالتي ناشونال كانتريز، يعني companies، سوري، ناخذ على سبيل المثال ماك مثلا. ماك زي ما انتم عارفين هو بلد الام امريكا، بس منتشر في كل دول العالم. لو فرضنا الماك قرر مثلا يفتح فرع في الاردن او في اي دوله ثانيه بالعالم، اوكي، يبلش يفتح فروع. هلا ماك في امريكا او التيم اللي موجود هناك عندهم خبره في عمليه يعني انك تبني تفتح فرع من الصفر وتعمل كل الإجراءات وكل هالأشياء. بده يفتح فرع مثلا بالأردن جديد، الأردن الجروب أو الشركة اللي راح تستلم هذا الموضوع في الأردن ما عندهم أي خبرة بعملية فتح المحلات والتأسيس لها والافتتاحية وكل هاي التفاصيل. فأنت بكل بساطة بتروح بتجيب تيم من الناس اللي اشتغلوا على افتتاح مشروع في أمريكا، قولهم تعالوا خذ التيم نفسه روح اشرف لي على افتتاح المحل في أو الفرع في الأردن، تمام؟ هلا هاي العملية انت نقلت المعرفة اللي موجودة عند التيم اللي موجود عندك في امريكا، اوكي، التيم كله راح يجي على تيم موجود في الاردن ويساعدهم ويأسس لهم المشروع والفرع والامور، تمام. انت نقلت المعرفة من امريكا للاردن للتيم الموجود في الاردن بحيثيات وتفاصيل، طبعا مع اخذ بعين الاعتبار الفروق الكلتشر اللي بين الاردن وامريكا والامور هاي، تمام. هلا التيم اللي بالاردن صار عنده معرفة، اوكي، ممكن بكل بساطة برضه يرد يروح بده يفتح فرع ثاني جوا الأردن، بروح مباشرة وروح بأسس فرع ثاني من موجود في الأردن بنقل المعرفة، ممكن ينقل المعرفة يرد من داخليا للأردن. وبالتالي أنت راح يكون عندك فريق متخصص بشلايز تيم بيعمل هاي اللي هي مسميها same function، افتتاح الفروع مثلا، مهمته أنه يعمل يشرف على عملية افتتاح الفروع في كل مكان مثلا موجود في العالم. يعني هو بروح بس مونيتورينج، مش بجوز ما يشتغل بايده، بس بده ينقل معرفته، يروح يشرف عمليه اشراف، والله انا افتتح فرع في الاردن، بودي التيم تبعي بروح بيشرف على عمليه افتتاح الفرع وتاسيسه والامور تمام، وبنقل المعرفه اللي موجوده عنده، بيعلم الناس الموجودين، يعني بنقل معرفه يعني احنا بدي اعلمهم، صح ولا لا؟ بعدين بروح فرع ثاني موجود في العراق، بده يروح بينتقلوا للعراق بياسسوا الفرع وانشور. فانت ساهمت في نقل المعرفه وتفاديت الاخطاء اللي ممكن تصير لقلة خبرة الناس اللي راح تشتغل على هذا الموضوع. فأنت عطيتهم ناس specialized، ناس عندهم تخصص، ناس عندهم قدرة، ناس عندهم مهارات، وساعدتهم وخليتهم يساعدوا الناس اللي أقل خبرة في هذا الموضوع، تمام؟ فهذا الإشي بنسميه هو knowledge transfer عن طريق collective sequential transfer. الفكرة من هذا الإشي بده يكون في عندي team meetings، أوكي؟ meeting will held with all parts equal being equal، يعني نحكي احنا مثلا اذا انا عندي مدير الفريق بده يلتقي مع مدير الفريق، الاعضاء بده يلتقوا مع الاعضاء، وصار عمليه ترانسفير للنولج. طبعا الميتينجز مش بالضروره يكون فيزيكال، يعني مش لازم انت الفريق يجي من امريكا على الاردن ويعيش بالاردن، ممكن انت تكون كله اونلاين كونفرنسنج يعني عادي، بس الفكره انه هذا الفريق اللي عنده الخبره او المعرفه الضروري لهاي المهمة راح ينقل معرفته للناس اللي أقل خبرة. ودائما التواصل بيتم بطريقة ودية سلسة، وبعض الريكومنديشن. طبعا هذا الشيء هو بروجكت، احنا يعني بقول لك انه ركز دائما على البروجكت، ما تهتم بالأشخاص ولا الشخصيات او المواصفات الشخصية تبعتهم. هاي الريكومنديشن اللي موجودة عندي اللي أنا ممكن أعتمدها في موضوع الميتينجز، كيف شكل الميتينج راح يكون، لازم يكون في عندي أجندة، ما يكونش الميتينج طويل، الناس اللي بدهم يكونوا موجودين في الميتينج هم الناس اللي فعلا معنيين،
بحاول يعني سهل البروسيس، سهل الاجراءات اللي موجوده، خذ بريك في الميتنج ما يكونش كثير طويل ممل، سوشيالايز يعني خلي ابني علاقات اجتماعيه بين الفرق اللي تنقل المعرفه مع بعض، فبصير هاي العلاقه وديه اكثر. ودائما ورج الناس شو الانجازات اللي حققتها، شو الشيء اللي عمل ابريشيت للانجاز اللي بيتم تحقيقه، واعمل له هايلايت واشكر الناس على الاداء اللي بيعملوه، ووضح الشيء اللي صار وحجم الانجاز وشو مدى البنفيت تبعته and so on. اوكي، هاي اللي بنسميه ال collective sequential transfer، tacit knowledge transfer. طبعا جزء من ال collective sequential transfer اللي tacit knowledge transfer، غالبا احنا بنركز على ال tacit knowledge على الاشي اللي هي الاشياء المواضيع اللي هي unique and complex، يعني الاشياء المعقدة. يعني بنحكي tacit knowledge انت بتشاركهم خبرتك في حل مشكلة معينة، في cases مش دائما ظاهرة، مش اشي مباشرة انا بطلع على الكتاب تبع الشركة بعرف شو الاجراء تبعه. نان الجوريثم بروجكت، يعني الاشي اللي غير منهجي، غير ما في ميثودولوجي او ابروتش، مع ما في خطوات امشي عليها. بروجكت بده شوية يعني ابداع، شوية في شوية فلكسبيليتي. فبالتالي انا بيهمني اشارك معرفتي التاسد للناس اللي بتنفذ مشروع المشاريع بالطريقة هاي، اللي هي دائما النولج مخزنة وين في عقولنا، اللي بنسميها تاسيت نولج. اوكي، هاي مثلا اكزامبل على تيم اي وتيم بي، تيم بي سوري، التاسيت نولج، وهذا موجود في امريكا وهذا موجود في الكويت. طيب حدا عنده اي سؤال يا جماعة الخير؟ يعني اخر موضوع، حدا عنده سؤال؟ اخر موضوع بحكي عن دور الانترنت في النولج ترانسفير، يعني اي ثينك هذا كومن سنس، فانتم بتقرؤوه، والبنفيتس للانترنت والليميتيشن للانترنت. طبعا هاي كلها اشياء انتم يو اوريدي نو اباوت، يعني هاي فيري جنرال، بس اللي جزء متعلقه اكثر في موضوع اللي هي ايش النولج ترانسفير. حدا عنده اي سؤال، اي استفسار؟ واضح دكتور. اوكي الحمد لله. طيب اللي عنده يعني يا ريت تقراوا التشابتر مره ثانيه، واللي عنده اي استفسار اي شيء مش واضح انا جاهز اكيد نقدر نرجع نعطي اي محاضره اي شيء اضافي اللي بدكم اياه. تمام، راح اوقف الريكوردينج انا هلا. اوكي، وافتح